نحدد، نحن بس نقول له كم عدد الصفوف وكم عدد الأعمدة ومش الكل. طبعا حبة حبة كلما عدينا كلما بتفهم أكثر. فالآن اللي عرفنا من هنا إنه النايبر أنت بتحدد، النايبر هود عفوا أنت بتحدده بشكل مصفوفة، يفضل لو يكون عدد الصفوف فردي وعدد الأعمدة كمان فردي، ويفضل إنه يكون بالوسط مع إنه ينفع بأي مكان. طيب تعال شوفوا لي هنا، هذول النقاط كاملة هذه أقدر أقول عليها ماسك. فإيش معنات الماسك؟ هي اللي أنا بحدد، يعني هي اللي بمشي على كل الصورة. فالآن مبدئيا عرفوا لي إنه النقطة اللي بحددها أو الجروب اللي أنا بحدده كنايبر هود أقدر أسميه بالماسك. طيب كيف يتحرك الماسك؟ تعالوا شوفوا السلايد اللي بعده. شوفوا الآن النقطة اللي أنا، مش أنا قلت لك الجروب هذا، هذا الجروب بسميه ماسك، هذا الجروب بسميه ماسك، هذا كمان بسميه ماسك، وهذا كمان بسميه ماسك. فكيف بتتم عملية المعالجة؟ طيب هذا الماسك على افتراض الأول اللي كانت 1 2 3 4 5، يعني في معك 5 أعمدة وفي معك 3 صفوف، يعني 3 في 5. احنا قلنا اللي بالوسط يا ريت، مع انه مش شرط انه يكون بالوسط، بس الافضل انه الوسط هذا على افتراض انه البكسل at point x y، واحنا قلنا يمكن ان تكون البكسل اللي انت تدورها او اي بكسل. طيب هنا كمان البكسل في هذه النقطة، لانه انت في معك لكل نقطة اكيد في معك قيمة زي ما شفنا. فهذا الماسك يقول لك تطبق عليها اف. ايش اف؟ اي دالة. شفتم احنا بالبوينت بروسين كنا نعمل الزائد الناقص الفي القسمة، اي عملية اي بروسس. لذلك اف معناته اي فانكشنز انت بتطبقها، قد تعمل الساين التانس الكوساين السيجمود ترانسفورم، لانه في معك الهاف ترانسفورم. على فكره في معك عمليات كثيره بالايمج بروسيسنج بضمنها كمان الهاف ترانسفورم، بس انا ما حبيتش كبكالوريوس انني ادخل لك جامد قوي بشكل. شوفوا فكرتي كانت من هذا المقرر، مع انه في ناس كمان نفس المقرر يدرسوه اصحاب الماجستير، ولكن اصحاب الماجستير ياخذوه بشكل اعمق كثير بحيث من منظور رياضي. وفي معك دوال، ففي دوال أنا يمكن أستغني عنها بدالة فقط بالماتلاب، وهذا اللي أنا جالسة أقول لكم عليه. نستخدم هذه الدالة زي مثلا الهاف ترانسفورم، جدا جدا شائعة وموجودة بالماتلاب دالة جاهزة، ولكن الحق المضمون الحل الرياضي يمكن صفحتين. فأني ما حبيتش أحرجك عن المدى، حبيت بس أجيب لك الدوال أفهمك بالإيميج بروسينج. والحاجة الثانية أنت متعلمها، لأنه كذا كذا لو أنت متابع بعدين ماجستير بتطرق لها، بيكون عليك سهل جدا. لكن الآن كمضمون بكالوريوس وإيش بتشتغل هذا كان، لذلك أنا ما حبيتش أجيب لك الحاجات اللي هي من باك جراوند رياضي. فقلت لك هنا يمكن أطبق فيها أي دالة، الدالة هذه قد تكون هاف ترانسفورم، قد تكون أي دالة من دوال الانتجريشن يعني التكامل، أو دالة أي دالة من دوال اللي هي التفاضل، أو زي ما قلنا اللي هي النهايات، أو مثلا الساين الكوزين وإلى آخره. طيب بعد ما تطبق هذه الدالة على النقطة المعينة، طبعا شوفوا كيف بتنعمل بالضبط، هذا هو الماسك حقك صح؟ وأن النقطة هنا النقطة المتوسطة، وقد تكون بالجانب وقلنا عادي. فالعمليات اللي بتتم على هذه كاملة الناتج حقها يروح لهنا، يعني يروح لهنا، فتتغير هذه النقطة. ها ركزوا عليه، برجع مرة ثانية أعيده. هذه مثلا إحنا حددنا هذه النقاط، فأني بعمل عملية على هذه النقاط كامل، ناتج العملية على هذه النقاط كلها بحطها هنا النقطة اللي أنا أشتيها بالضبط. وضح الآن الكلام اللي أقوله الأخير لأنه جدا مهم. فهذه مثلا أي أرقام، قد أزود هذه الأرقام كاملة الناتج حقه أعدل هذه النقطة. واضح؟ يا دكتورة، يعني العملية كامل عند هذه النقطة تخصصها؟ صحيح. يعني مثلا تتذكروا الضرب لما كنتم تضربوا دالتين مثلا مصفوفتين، مش كنتم ناتج المصفوفة تضربوا الصف الأول في العمود الأول وتجمعوهم والناتج تحطوه بمكان، مش كنا كذا أيوة نعمل؟ بالضبط، بالضبط. أيوة يعني هذه النقطة، لو أنا هنا بعد النقطة المتوسطة بروح أعمل هنا أي عملية، سواء ضرب سواء جمع سواء المين سواء الميديان، أي عملية، بس الناتج ما بحط، أنا بحط الناتج بهذه النقطة اللي انا مركز عندها. مثلا لو انا قلت لك هنا، برجع هنا، لو قلت لك بنقطه 64 حط لي الناتج، مثلا كنت اقول لك جمع لي مثلا ان الداله كانت تجمع كل العناصر، فيجمع لي كل العناصر ويروح يبعد ال 64 وحط الناتج هنا. واضح؟ واضح طيب واضح حلو. تمام. اوكي بس إذا كان ضرب مثل يا دكتورة، إذا كان ضرب ما نضربهم نفس، كامل بعد الضرب كيف؟ ايوه حتى لو كان ضرب تضربهم كامل والناتج تحطه هنا، لو كانت النهاية بس اشتقاق الناس مثلا. ها
بس اذا كان مثلا نضرب كل مثلا شنو طلعنا احنا بالاخير من عمليه الضرب مصفوفه، لا هذه لا المصفوفه نروح نجمع. دقيقة دقيقة، لو كان ضرب مصفوفتين ايه، انا بس ايش قصدي بالضرب؟ قصدي تضرب العد الاول في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس في السادس، فهم لك؟ المجموعة هذا كله تضربهم فيما بينهم البين، ايوه مثلا ايوه لو كان هنا كلهم واحدات، مثلا نفترض انه كان هذا كلهم واحدات وهذا كلهم واحدات وهذا كلهم واحدات، هنا ثمانية، اضرب الواحدة كلهم في نفسهم واحد، في ثمانية لثمانية، شل الثمان وعوضت به هنا. تمام يا دكتورة، طيب تعالوا شوفوا لي الآن، تمام تمام حلو نشوفوا هذه الآن، هذه الآن الماسك، الماسك اللي انت بتجري عليها الدالة، ويعني عفوا الماسك الى يعني البكسل حق النايبر هود كاملة مع اف الدالة اللي بتطبق عليها، هذا تسمى فلتر كومبينيشن، الثنتين مع بعض بمساعدة الثنتين تسمى فلتر كومبينيشن، واحنا عارفين ايش معنى الفلتر اللي تعمل لك انهانسمنت على الايميجز، واضح؟ مع بعض الثنتين الماسك مع الاف اللي بتطبقها، الاف الداله اللي بتطبق عليها، يعني ايش تشتي ضرب ولا قسمه ولا ايش بالضبط العمليه، اقدر اقول البروسيس، فالاف هي الفانكشنز اللي هي البروسيس اللي هي المابنج، اقدر اقول مع الماسك مع القيم اللي انت بتجري عليها التعديل تسمى فلتر كومبينيشن. طيب تعالوا شوفوا لي هنا الفلتر، في معك اكثر من نوع من، واضح الان ايش معناته الفلتر كومبينيشن؟ أيوة أيوة يا دكتور. ممتاز، في معك حاجة تسمى بالفلتر، حاجة تسمى سبيشال فلتر ولا تسمى سبيشال بروسيسنج، طبعا في معك أكثر من نوع للفلتر، زي ما أنت بتدخل على الفوتوشوب بتحصل إنه في معك أكثر من فلتر، هنا نفس الخبر، في معنا أول فلتر بناخذه يا يسمى سبيشال فلتر ولا سبيشال بروسيسنج، ما هو هذا الفلتر بالضبط؟ تعالوا شوفوا لي على الفلتر هذا، طبعا أنا الآن بكلمك على هذا الفلتر، الآن خطوة خطوة شوفي حاجة جدا ممتعة وبتصور انت بتقدر تركز لي ايش معنى سبيشال فلتر ولا سبيشال بروسيسنج. شوفوا الان هذه الصوره تفهم لنا، يعني بي 11 بي 12 هذه عباره عن قيم الصوره، مثلا 50 66 255، اهم شيء تكون ما بين الصفر لغايه 255 على افتراض، فانا جايب لك كذا هذه النقاط على انها قيم للبكسل، فقيمه البكسل 11 قيمه البكسل 12 نفترض، وهذه الماسك، يعني انا حددت الان الماسك كم بيكون، مصفوفة 3 في 3 فيها قيم، فلو ترجع لي بس خطوة للوراء، هذه الآن اللي عملت لك إياها، هذه الصورة هي عبارة، شوف هذا الماسك اللي أنا بعمله، وهذه الصورة، هذه بي 11 وبي 12 وهذه حق الماسك، فركزوا لي الآن الماسك مع الصورة، أنا حطيتها هنا بحاجتين ثنتين، هذه الصورة الأساسية اللي كاملة، وهذا هو الماسك اللي أنا بمشي عليه، لذلك الصورة قيم الصورة بعملها بي والماسك اللي ام 11، فايش بعمل؟ كيف بعمل الاجراءات على كل واحدة واحدة؟ شوفوا الان خطوة الماوس كيف بتكون، شوفوا الان هذه الصورة كاملة، بشل الماسك، بشل الماسك، افترض ان النقطة مثل ما قلت لكم اختاروا نقطة، اختار النقطة كانت بي 44، افترض طبعا البي 44 هذه حق الصورة قيم الصورة نفسها، فلو افترضنا ان هي 55 او ال 64، نفترض على افتراض ان هذه كانت 64 اللي بالصوره الاولى، فكيف بعمل هذا الماسك؟ كيف بطبق الماسك على هذه الصوره؟ شوفوا كيف بتنعمل، مش هذه الان هي عباره عن المقاور، مش هذا الماسك 3 في 3 والمقاور البي 44 بتكون 3 في 3، فايش اللي بعمله؟ بروح اشيل كذا الماسك واطبق الاثنين مع بعض، بحيث ركزوا برجع خطوه بس الى الوراء، بحيث انه بي 11 هنا بي 33، ايش اللي بعمله؟ فايش العمليه اللي انا بجريها؟ فاللي اعمله انني معي الان في معي حاجتين، زي ما قلنا برجع بس خطوه للوراء، احنا قلنا في معانا ماسك وفي معانا الفلتر اللي بنعمله، طيب الماسك حددناه والفلتر اللي بقول لكم ايش بينعمل بالضبط، فهذه هي الصوره الاساسيه، حددنا اي نقطه وافترضنا ان قلنا بي 44، وكمان في معانا، يعني في معانا مصفوفتين، مصفوفة الصورة الأصلية ومعانا مصفوفة الماسك، طيب حددنا النقطة بي 44، طيب ما هي هذه مصفوفة 3 في 3، فخلي البي 44 اللي بتكون بالوسط و3 في 3، هذه الثلاثة الصفوف وهذه الثلاثة الأعمدة، مرحلة ثانية بروح أشل. مصفوفة أستاذ، مصفوفة الماسك يعني أنت تجيبيها من نفسك؟ أيوة بالضبط أنا بجيبها، فهذه المصفوفة هي اللي أنا بطبقها على الصورة، تمام؟
فنفترض ان هنا جبت واحد 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 كلها واحدات، او افترض انني جبت واحد 50 2، انا اللي اجيبها من عندي، انا اللي بجيبها القيم اللي بجري عليها العملية. فبالتالي حددت من الصورة ب 44، وشليت الماسك حقي حددته وطبقت الماسك على هذه الصورة. طيب ايش بجري من فلتر الان؟ بجري شوفوا ايش الفلتر اللي بنعمل، هذا كان هو الفلتر. ايش هو بعمل؟ راح شلي الام 11 وضربه في البي 33، اساس كذا انا لما طبقت هذا في هذا. فلما انشالت، لو نرجع بس خطوة شوفوها، لما عملنا كذا وطبقنا، كأن الام 11 مع البي 33، الام 12 مع البي اللي تحته، الام 13 مع البي اللي تحته، ام 22 مع البي اللي تحته اللي بي 44، وهكذا. فالعملية بتكون كذا، هذه العملية. فبتكون ام 11 مضروبة في بي 33، بعدين ام 12 مضروبة في بي 34، بعدين ام 13 مضروبة في بي 35، وام 21 مضروبة في بي 43، ام 22 مضروبة في بي 44، وهكذا. فمثلا ام 32 مع من بتكون؟ ها، ام 32 54 بالضبط. بالتالي أربعة لان وخمسين بالضبط، برافو عليكم. فهنا بتكون على هنا، بعد ما ضربنا نضرب هذه وهذه وهذه وهذه. الان نعمل ايش العمليه الثانيه؟ مثلا اقول لك اعمل لي قسمه، اعمل لي ناقص، اللي تعجبني. فانا ايش عملت الان؟ عملت زائد، فجمعت هذه بعد الضرب، بضرب هذه في هذه واجمعها، مع اضرب كلهم لان الضرب اعلى اولويه، فاعمل ضرب هذه في هذه في هذه كامله وارجع اجمع النواتج. الناتج اللي بيطلع لي وين احطه؟ بدل بي 44. 44 كيف؟ في أي سؤال؟ واضح ولا لا؟ يعني الناتج الكلي. واضح بالضبط، الناتج الكلي. في حد عنده أي استفسار قبل ما أروح على النقطة اللي بعدها؟ الغرض لا من هذه يا العملية، دكتورة. الغرض العام. شوف، الغرض العام إنه مثلا أحيانا لو في معك صورة قديمة، تمام؟ وإنت تشي تحسنها، بحيث إنك على نقطة معينة بتخلي مش كلها، مثلا الصورة في معك جهة سوداء تشي تبيضها، وجهة بيضة مرة باهتة تشي ترجع لها شوية ألوان. فما أجلسش أعمل على كل البكسل، أعمل على أجزاء، فجزئية من الصورة أزود لها اللون، وجزئية من الصورة أنقص لها اللون. على أساس كذا قلت لك النايبر بورسينج ما بتكونش على كل النقاط. فأحيانا نحن مثلا حتى بالفوتوشوب لما تجي صورة، أحيانا المعالجة تكون على الصورة كلها، يتزود الإضاءة. طيب ما تكونش الإضاءة كلها تحتاج تزويد إضاءة، لأنه في بعض يكون بس باهت شي تزود له الإضاءة، وفي إضاءة أصلا قدر إضاءة، إيش اللي يحصل؟ اللي فيه إضاءة يزيد إضاءة أكثر فيرجع مرة ما عادش واضح، واللي ما فيش إضاءة يكون صح. فهذه كان أحد عيوب البكسل، إنه يمشي لك العملية لهن كلهن. لكن هنا لا، أقدر أمشي على أجزاء بالصورة. مثلا هذا الجزء بعمل له ضرب، هنا الجزء بعمل له ناقص، هنا الجزء بعمل له مثلا قسمة، بحيث يا زود اللون يا نقص اللون. ما احنا قلنا لما تضرب تزيد، إيش ترجع؟ تروح للأبيض، صح ولا لا؟ مش احنا لما نزود مش نروح على نقرب من 255، معناته زودنا ايوه زودنا الإضاءة. معناته لو هي غامقة، يعني لو هي داركر وانت تشي تزود الإضاءة، بتعمل فيو مع الزائد. طيب لو هي كانت برايتنس، شي ترجعها غامقة شوية، أروح أجيب العكس، أروح أجيب القسمة مع الناقص. افتهمة؟ واضح طيب واضح حلو جدا. طيب تعال، دكتورة، عيد الأخير هذاك الضرب مع الطرح القطعي على طيب القسمة. طيب شوفوا، نحن لما نضرب القيمة، مثلا لو كانت القيمة 4،